رح ننتقل احنا وياكم لضيفنا التالي والياس البيك، وهو ممثل صاعد. الياس، صباح الخير، صباح الخير شربت. كيف صحتك؟ تمام، انت كيف؟ مرتاح؟ عم بتمثل هلأ بهالفترة، شو آخر تجربة كانت لك بالتمثيل؟ هلا حاليا نحن عم نصور فيلم للقديس اصطفى النعمة من كتاب منير معاصري واخراج الاستاذ طوني نعمة. اوكي، هلا حاليا وكيف التجربة؟ تجربة بتجنن، هي أول تجربة سينمائية لإلي والحمد لله، يعني لما الكورونا قدرنا هلا مستمرين بالتصوير رغم كل الصعوبات اللي عم نقطع فيها. الياس، شو ابرز المشاكل اللي ممكن يواجهها ممثل صاعد، يعني حدا عم بشق الطريق تبعه حتى يقدر يوصل للحلم تبعه له، شو ابرز التحديات بالنسبة لك؟ التحديات الأساسية إنك تقدر أول شيء تعمل علاقات مع مخرجين ومخرجين وممثلين حتى لا تقدر أنت نوعا ما يصير عندك معارف تقدر تكون صورة خاصة فيك. بالأساس نحن المشكلة عم نقطع فيها إنه أنت بتعرف بلبنان بالذات إذا نعم، أنت معارف كتير أو منك مشهور على السوشيال ميديا ما بتوصل بسهولة، فهيدي هي أكبر مشكلة، وخاصة انه اجمالا عم بيشتغل العالم اللي عنده موهبة مش متوفرة. نعم، واكيد الياس هيدا شيء يعني كلنا بنعرفه، انه العلاقات هي شغله كتير اساسيه، والواحد يشتغل على الصوره تبعوله كيف يقدمها للناس كمان شغله اساسيه. يمكن اوقات بمطرح معين عم تغطي على الموهبه، وهيدا كمان شيء خطر بالشيء اللي عم نعيشه. يعني في حدا يبين انه هو كتير كتير لذيذ، كتير مهضوم، كتير السوشيال ميديا عامل ترندنج على السوشيال ميديا، مثل ما كمان شفنا موجة يمكن عارضين وعارضات أزياء فاتوا من دومين عرض الأزياء على التمثيل، وهن صاروا هلأ موجودين بالصفوف الأمامية ونجوم صف أول مثل ما بنقول. يعني كمان الموهبة والدراسة والعلم هن شغلة أساسية، نحن وقت بننساهم بهيدا الدومين. بالنسبة لك، مين يلي بتطلع وبتقول أنه أنا حلمي يكون عندي مسيرة هيدا الشخص بالتمثيل، إن كان محلياً أو عالمياً؟ لك اجمالا كل الناس بتعرف انا مثالي بالحياه، خاصه بعد ما فتت على الجامعه، هو استاذي الممثل جوزيف ياسين. نعم. صحيح ما انه يمكن هذا معروف، بس بالنسبه لي هو من اهم الممثلين بلبنان، يعني مش عم حقه هل انا بشوفه. بين الإنتاج والإخراج، بين المادي بهيدا المطرح، وكيف الناس بتتوجه لهيدا المطرح، يعني كيف الأجور بتصير بهيدا المطرح، أنت بالنسبة لك بتشوف أنه مثل أستاذك كمان في ناس كتير يمكن ما عم تاخد حقها بهيدا المطرح، ليه التركيز على ناس معينين بالنسبة لك؟ ليه ما يعني بنشوف مثلا شركة إنتاج معينة بتجيب هودي الممثلين، هودي الناس فقط لا غير، بنشوفهم من سنة لسنة موجودين بأدوار معينة، عم بياخذوا هيدي الأدوار لأنه راضي عليهم شركة الإنتاج. هو لأنه الفكرة عندهم تقريبا عدد ميديا كتير منيح، وهن إجمالا صاروا بيبيعوا عربيا، فهيدي المشكلة الأساسية. يعني كل ما كان السوشيال ميديا تبعك قوي، كل ما أنت تبيع لبرا، وشركات الإنتاج لما تبيع تقدر تعمل ربحة. أكيد، يعني بهمها أسماء تجيب لها ناس تقدر تشتري هالمنتج اللي هن عم بيعملوه. على كل حالات نحن فهي على المتخصصين من وراء قصة السوشيال ميديا إجمالا، يعني عالم عم تطلع على السوشيال ميديا عم تروح دوري تتجه لصوب التمثيل، عم تفقد محل كثير عالم يعني فظيعة بالتمثيل ومخدرة بالتمثيل.
على كل حالات نحن صرنا بعصر الواحد لازم يكون عنده مثل ما بيقولوا شوي من كل شيء، يعني يكون عنده هالباكج تبعوله يلي بتخوله ان كان بالدراسه بالعلم ان كان سوشيال ميديا ان كان ايمج يلي عنده اياها كمان توصل للناس. وعلى امل الياس حتى انت كمان توصل لحلمك. نحن بدي اشكر انا مداخلتك معنا وشكرا لانه انت كنت معنا، والله يوفقك بدربك وان شاء الله بتوصل لكل الاشياء بتتمنيها بالحياة. شكرا لك الياس البيك ممثل صاعد، شكرا، أهلا وسهلا فيك. منتابع نحن وياكم أصدقائنا المشاهدين ونوصل